بمعاياتك ونتعلم منك في وطنيتك. انا بشكرك على كل الاشياء العظيمه بجد اللي انا اتعلمتها منك، وانا بعتبر نفسي محظوظه جدا ان انا في بدايه حياتي وانا لسه تلميذه في المعهد وقفت باستاذ عظيم زي حضرتك في فيلم استاذ الدم لو تفتكروا مع الاستاذ اشرف فهمي، صورناه كله في تونس. انا كنت تلميذه في المعهد ولسه غريبه جدا في الوسط الفني، يمكن كان تاني فيلم في حياتي او تاني فيلم كان بعد امهات المنفى والعار، وده كان تالت فيلم. وكنت منبهره جدا وحاسه باحساس الغربه لان انا لسه جديده على الوسط ومعرفش حد. وحضرتك وقفت جنبي جدا وبقيت تاخد بايدي لما خلص اسوي تقول لي تعالى لوحدك تعالي اقعدي معانا، وملحوظاتك ليا ما بنساهاش في كل مشهد، كنت بتقولي ايه وبتعلمني ايه وبتجرأني، لان انا كنت هايبه جدا ان انا اقف قدام حضرتك وقدام الاستاذ عادل ادهم، يعني اساتذه كبار جدا وانا لسه عيله صغيره. فوقفتك جنبي بينت قد ايه انسانيتك. ومش هنسالك موقف اخر، ان انا لما انتجت وطلبت حضرتك في دور تقف جنبي كدور بالشرف في مسلسل نظريه الجوافه، حضرتك جيت بكل الحب وبكل الالتزام وساعدتنا وكتبت معانا في الشغل اللي حضرتك بتعمله ورفضت تاخد مني ورد. يعني انا بشكرك جدا جدا بجد، وانا والله العظيم يا استاذ احمد طيب موقفي مجامله بس مش للدرجه، لكن بجد بكل الحب اي كفايه ان انت بتدي حبا في الفن وحماسا للفن، وان انت بتدي مش عارفه انا عارفه ان الحمار ولا تخسري فعلا خسرت خسارات فظيعه، لكن عارف ان انا بعمل ده حبا للفن. ميرسي لحضرتك، ميرسي على وقفتك جنبي، ميرسي على انسانيتك مع كل الفنانين مش معايا بس وانا عارفه